تنضم إلينا عبر برنامج زوم الطالبة آمنة محمد المنصوري، وهي بطلة تحدي القراءة العربي في موسمه السابق. أهلا وسهلا فيك يا آمنة. أهلا، يا مرحبا بك. وطبعا في البداية نرحب فيك في برنامج الفجيرة تجمعنا، ونقول لك ألف مبروك فوزك في تحدي القراءة العربي بدورته السابعة. آمنة، أعطينا وحدثينا أكثر عن تفاصيل مشاركتك هذه في هذا التحدي. أولاً شكراً على هاي الاستضافة الجميلة. العفو. ومشاركتي في التحدي حقيقةً بدأ يعني إرادة بسيطة. طموحي ما كان، خليني أقول، عالي لهالدرجة، لكن بفضل دعم من أفراد أسرتي، من المدرسة، من المشرفين علي في هذا المشروع، الحمد لله يعني قدرنا أن نحن نوصل إلى هذا المكان. نعم، جميل جدا، بالمبارك عليك. آمنة، شو التحضيرات اللي سبقت هذا التحدي؟ التحضيرات بدأت منذ الطفولة، يعني ما كانت من يوم أو يومين ما شاء صراحة. الله عليك، ما شاء الله عليك. لما عشت أو تربيت في أسرة كان والدي يحرص فيها أنه يأخذ أبنائه كل عام إلى معرض الكتاب. لما كبرت وأنا أرى يعني تنوع المكتبات والكتب الموضوعة على الأرفف في المنزل، كبرت وعشت وشفت أمر اعتيادي أن أنا أشوف أبوي، أختي، يدي الله يرحمه، الله يرحمه. حاملين كتب بين أيديهم ويقرؤونها. فهذا كان يعني هذا كان الأساس والبذرة التي أثمرت هذه الشجرة. لكن على الجانب الآخر، فالتحضيرات للتحدي بحد ذاته من اللحظة اللي قررت فيها أني أنا بشارك يعني بإذن الله، فكانت اعتيادية، تلخيص الجوازات، تحديد الكتب التي سأشارك بها. طبعا اخترت من محصول قراءاتي 50 كتاب، نعم لخصتهم وبدأت أشارك بهم. نعم طيب، انت ما شاء الله عليك شاركتي في هذه اكيد المسابقه وفزتي بالمركز الاول. خلينا او شاركينا وياك الشعور، آمنه، لحظه اعلان فوزك بالمركز الاول، واللي كان مناصفه مع الفائز ايضا عبد الله البري من دوله قطر، طبعا نبارك له اكيد. كيف كان شعورك آمنه، خبرينا. أعتقد أن الكلمات أو المشاعر لا تستطيع إيصال ما شعرت به، لكن لحظتها وأنا على المسرح بدأت عيوني تحكي، وعيوني كانت هي اللي تتكلم، فامتلأت بالفرحة وتفجرت عيناي. ما شاء الله عليك، إن شاء الله دائما نشوف دموع الفرحة هذه فيك، إن شاء الله دائما وتكون دموع فرحة بإذن الله. طيب آمنة، التحديات، خلينا نقول التحديات اللي واجهتيها في تحدي القراءة العربي، وكيف أيضا تغلبتي عليها يا آمنة؟ نعم، أعتقد أبرز تحدي واجهته خلال الرحلة وخلال مسيرتي والدرب هذا كان الموازنة بين التحدي وبين برامج أخرى كنت ضمنها في الفترة ذاتها. ففي فترة تحديد الفائز على مستوى دولة الإمارات أو ممثل الدولة، نعم نعم آمنة، نعم آمنة، الظاهر انقطع الاتصال مع آمنة. معاي انت آمنة؟ كنت أنا أستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو، نعم، 2023، أولمبياد الفيزياء. فأن أوازن بين محاضرات الفيزياء والتحدي وامتحانات الفصل الدراسي الثالث في المدرسة، وأنا كنت في مرحلة 11، فكان هذا هو التحدي الأكبر. طيب خبرينا الحين عن الأثر الإيجابي، أكيد بيكون إيجابي، اللي تركته هذه المشاركة أو مشاركتك في تحدي القراءة العربي بالنسبة لمن هم من أقرانك، من اللي في سنك واللي في عمرك. اليوم صار الموقف هذا، وصارت مواقف تشبهها أيضا. أسمع العديد من الأطفال لما يجون عندي: آمنة، نحن شفناك ونحن حابين نشارك. واحدة من زميلاتي اليوم كانت تخبرني، تقول لي: آمنة، أخوي ما يحب أبدا، لا يقرأ ولا يكتب ولا يدرس ولا يسوي أي شيء، لكن حفظ الكلمة اللي قلتيها.
واليوم قاعد مع أهلي ويقول لهم أن أنا أبغى أشارك في التحدي، أبغى أصير نفس آمنة. فشعور أن سبحان الله في أطفال يمكن ما يكونون منجذبين لمواد معينة كما نحن، يعني مثلا شخص ممكن ما يحب الرياضيات أو ما يحب مجال القراءة أو ما يحب الرياضة، لكن أن أكون نموذج أو شخص يعني يحث غيره على أنه يدخل عالم القراءة أو يستفيد من هذا الأمر، فهو فخر بالنسبة لي، والحمد لله يعني هذه شهادة أعتز بها. والله والله يعني يوفق. آمين، إن شاء الله الله يوفقك دائما وأبدا. وإن بغيتي الصحيح يعني آمنة، أنت مش بس يعني قدوة للأطفال أو ملهمة للأطفال، حتى للكبار حقيقة. يعني ما شاء الله كان أسلوبك في القراءة أسلوب جميل جدا، الكبير يتمنى أنه يلقي بإلقائك هذا. ما شاء الله عليك، الله يبارك لك إن شاء الله، والله يبارك فيك. طيب خلنا نروح شوي لعدد الكتب ما شاء الله اللي قمتي بقراءتها أيضا، وشو أنواعها، شو الأنواع اللي تقرينها مامنا؟ قرأت ما بين 130 إلى 150 أو 170 كتاب لنقل، وهذه الكتب حسبتها بعد عمر معين. الكتب اللي قرأتها وأنا أصغر شوي يعني تجنبتني أنا أحسبها، ما في سبب صراحة. لكن بالنسبة للأنواع التي أفضل قراءتها، فأنا أميل إلى الأدب، وقرأت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. تعرفت على مجتمعات، على عادات، على تقاليد، على الإنسان. لكن بالنسبة للكتب غير الأدبية أو غير الروائية، فقرأت في الفلسفة والتاريخ، وهما المجالان اللذان أفضلهما. جميل. طيب أخيرا لمن توجه آمن المنصوري الشكر اليوم، أو من هو الشخص اللي تعتبره آمن المنصوري جزء كان من نجاحها؟ أنا اليوم حابة أتكلم عن شخصين أو عن اثنين. أولا والدي، فكان له الفضل الأكبر. والدي نفس ما نقول كان الجندي المجهول، وعمره ما قال لنا بالكلمة الوحدة آمنة امسكي الكتاب وروحي اقري، أو آمنة يعني ما قال لي بأسلوب أمر أو شيء. والدي حببني بالقراءة بطريقة أنا جهلتها أو ما عرفت أنها كانت تحبيب وترغيب وبناء شخصية وبناء قارئ إلا من يومين وأنا أفكر بالأمر. فأعتقد أن بذرة القراءة من زرعها وسقاها ويعني اهتم فيها كان والدي في المقام الأول. وعلى الجانب الآخر مدرستي، إدارتها، أخصائياتي، مديرتي العزيزة، معلماتي، معلمات اللغة العربية، ما أنسى فضلهم. يعني إلى اليوم بعد التحدي في صعوبات صراحة قاعدين نواجهها، خصوصا يعني أنا في المرحلة الأخيرة من الدراسة، لكن كيف أن المدرسة قاعدة تدعمني، توفر لي جميع احتياجاتي. اليوم يعني قاعدة تقول لي أخصائيتي جزاها الله ألف خير، آمنة لا تاخذيها. فدعمهم يعني لا يوصف. ومن بعد عائلتي ومن بعد قيادتنا، المدرسة كان لها دور جدا كبير في أني أنا أصل إلى هذا المكان، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، نحن يعني تحت ظل قيادة رشيدة آمنة، فآمني وأمني يا آمنة، لأنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الدولة التي مشت وتمشي على نهج المركز الأول دائما، لا نرضى إلا بالمركز الأول. لك كل التوفيق آمنة محمد منصوري، بطلة تحدي القراءة العربي في موسمه السابع. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، ومرة ثانية ألف مبروك. الله يبارك فيكم، شكرا على هاي الاستضافة الجميلة. العفو، الله يحفظك. العفو، يا مرحبا بك.